باخموت هي من ستحدد هوية المنتصر في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لصحيفة نيوزويك الأمريكية التي كشفت أن معركة باخموت تقترب من نقطة لا عودة، حيث تتصاعد الاشتباكات حول المدينة قبل هجوم جديد متوقع من روسيا هذا الربيع. لكن لماذا أصبحت المدينة الصناعية الصغيرة نقطة حرجة في هذه الحرب؟ ولماذا فشلت روسيا إلى الآن في السيطرة عليها رغم مشاركة مرتزقة فاغنر فيها؟ يجيب مسؤولون غربيون لنيوزويك بأن الروس يريدون استخدام باخموت بعد الاستيلاء عليها كنقطة انطلاق نحو هدفها المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها. والأمر ذاته دافع كبير لكييف هي الأخرى ورئيسها زيلنسكي الذي يعتبر الانتصار في باخموت انتصارا لكل أوكرانيا، سيما وأنها باتت تشكل رمزا للمقاومة الأوكرانية وأنها ستكون نقطة انطلاق هجوم مضاد لكييف وفقا لنيوزويك دائما.